السلام عليكم أصدقائي، إزاي؟ الساعة دلوقتي حوالي 6 بعد الظهر. خلصت الشغل، يعني عملت الجزء الأولاني الصبح. كنت شغال، الشمس كانت ضاربة في حوض السمك، ودي حاجة كويسة إن الشمس تبقى ضاربة للسمك حوالي 3 4 ساعات الصبح. بس أنا اشتغلت فيهم فتعبت أوي هنا، رغم إن النهاردة مش حر أوي. النهاردة تعبت، لو تقعد في الشمس تشتغل تحت الشمس ممكن يجيلك في أستراليا ضربة شمس بكل سهولة، بكل سهولة بتحصل كتير أوي يعني. فقلت رايح شوية، فنمت وصحيت على الساعة 4 قبل ما فقت وكده. بدأت أشتغل 5، خلصت كل حاجة. ويعني بالنسبة لي ده أهم حاجة، إن أنا أقفلها عشان أضمن إن مفيش حاجة تدخل بالليل. فاللي عملته إن أنا الاول عملت زي كوليه فوق كده يمسك الحته دي عشان دي تيجي على دي، اوكي، لانها كانت معوجه شويه، فعملتها تبقى افقيه. ومسكتها بمشابك بتاعه الغسيل، بس دي مشابك حاجه راقيه يعني، مش مشابك زباله زي مشابك الخشب اللي هي في مصر، فشكلها شيك يعني. جميل، فيها حته بيضه زي ما انتم شايفين، وحاجه نظيفه يعني، حاجه راقيه، فاشتريتها لها مخصوص. فركبت دي، ومش مفيش حاجه متخيطه، ممسوكه برضو من ورا بمشابك زي ما انتم شايفين، اوكي. بعد كده مسكت الناحيه دي كلها بثلاث مشابك، واحد هنا واحد هنا وواحد هنا، وفي نفس الوقت اديتها الخازوق اللي هو بيمسك الحشيش الصناعي ده يمسكه في الارض، ضربها فمسك الجزء ده، لان الجزء ده عمره ما هيتفك، اوكي. هنا ما مسكتش اي حاجه، مجرد حطيت زلط من الزلط الكتير هنا، اوكي، عشان الاوبجيكتيف كله ان انا ارفع دي وتكون معموله بكل سهوله، اوكي، زي ما هوريكم دلوقتي. فهنا برضو مسكتها بزلط كده، والجزء ده رحت لفيته كده هنا عليه كده، يعني رميته كده. بفكر اجيب حاجه اللي هو اسمه فيلكرو. الفيلكرو اللي هو البتاع اللي بيمسك القماش اللي بيمسك في بعض ده ويعمل صوت كده وانت بتشده، زي اللي في الجزم وكده. فلو جبت حته صغيره كده عملتها هنا بحيث تمسك بالفولكرو بتبقى ماسكه، بس هي مش هتدخل اي حاجه لانها واقعه بوزنها. ده الماده بتاعت البتاع الاسود ده مختلفه عن الماده اللي ورا، اوكي. فكده انا ضمنت كل حاجه. لو حبيت دلوقتي ان انا افتح حوض السمك، هشيل الصخرتين دول، الصخره دي الاولانيه كده احطها هنا، والصخره دي احطها هنا، واشيل الاثنين دول، واقوم بكل سهوله رافع دي كده وحطيتها ورا. سوري يا جماعه الشباب، فبص ازاي اتفتح حوض السمك دلوقتي. ممكن افتحها اكتر، اوكي، واحطها ورا كده زي ما انتم شايفين كده، يبقى اتفتح حوض السمك بكل سهوله. يعني دي الفكره المبدئيه اللي كان لازم ابداها دلوقتي عشان اضمن بالليل النهارده ان حوض السمك مقفول، ما يدخلش اي سحالي او اي حاجه. او اي شرقت او اي تيور او اي حاجه النهارده بالليل. وبعد كده هبقى احسنها طبعا، العمليه الفتح والقفل، بس على الاقل ده الجزء اللي انا محتاجه دلوقتي. فكده هقوم قافلها على طول كده، احطها كده ورا زي ما انتم شايفين، اوكي. نقوم حاطط التوبه دي هنا كده، واحط دي حتى لازقه، حتى دي ممكن ازنقها كده تحت هنا دي لو عايز، زنقتها على طول لان دي لازقه في الارض جامد. واحط التوبه دي كده، واحط التوبه دي كده، واحط التوبه دي كده، زي ما انتم شايفين قفل تماما وماما. هو ده كل اللي انا عايزه، ان انا بكل سهوله افتح واقفل. بس هبقى اشوف حاجه انها تبقى بسهوله تمسك الموضوع. الصخر من تحت ما فيهوش مشاكل، زي ما انتم شايفين انا عامل كله حوالين الصخر افري وير، فيعني كانها جزء من الشكل، اوكي. وممكن ابقطع الحته الزياده هنا دي اللي تحت هنا دي، بس انا هسيبها على اساس الصخر يبقى مريح عليها. بس فانا كده 100 100. حتى من البتاع الاسود ده غير الرمادي، الاسود بتقدر تشوف السمك احسن حتى من بره، يعني مش شرط قوي ان انا افتح الباب زي ما انتم شايفين. بس 100 100، كل ده تمام، وانا مبسوط جدا باللي انا عملته. عايز اوريكم شغلانه تانيه كبيره قعدت اشتغلت فيها امبارح او اول امبارح، خدت مني شغل جامد قوي يا شباب. الحته دي كانت كلها غابات، من اول هنا كده عند حوض السمك هنا كانت غابات زي اللي تحت بقى، واكتر واكتر كمان من اللي تحت. فقعدت اشيل كل الحشيش اللي هنا واقطعه، اوكي، ورحت جايب قعدت انقل نشاره الخشب اللي هي بره بتاعتي، اوكي، ورحت جيت مليتها كلها نشاره خشب، وخليت كومه هنا ليا عشان لو احتجتها. فنضفت كل المنطقه دي، شايفين الموتور قفل اوتوماتيك عشان
لا لسه ما قفلش، انا عشان دخلت ورا الصخره في الستره. شايفين الصخره في المكان ده؟ حلو، نفسي اعمل سبا هنا صغير في الحته دي في المستقبل. السبا اللي هو الحمام السباحه الصغير فيه المايه اللي بتقعد تعمل البابل كده هنا، يبقى تحت الصخره كده على طول، حاجه هتبقى حلوه يا شباب. بس ده مشروع كبير يعني، هفكر في المستقبل لو عملته في الحته دي. تبقى انت قاعد هنا كده وراك الصخره، من وراك البيت على اليمين والوادي كده، وما زلت متداري بكل الشجر اللي قدام ده. اوكي، ممكن احط سور هنا عشان يمنع جاري ان هو يشوفني مثلا لو انا مراتي قاعدين في السبا ده. فيعني هيبقى مشروع كبير بفكر فيه في المستقبل. بس بص، نضفت المنطقه دي كلها تمام، شلت بلاوي سودا هنا عشان انضف كل ده، كان متسبب له مده. من اول هنا بقى يبدا الحشيش. اوكي، وناوي طبعا كل اللي تحت ده بقى، كل دي الارض بتاعتي كلها، ما اعرفش اسيبها غابه كده زي ما انتم شايفين ولا اقعد انضف فيها. شغل صعب. اه يا شباب، انا بقول اسيبها غابه لان انا مش هنزل تحت، لان الارض نازله جامد بقى منحدر. بس كل الجزء اللي تحت ده الارض بتاعتي. اوكي، زي ما انتم شايفين لحد تحت هنا. اوكي، كل ده شايفين الغابات اللي هنا، بس شكلها مش وحش يعني. فانا بفكر ان انا اسيبها لان الارض نازله، ما اقدرش حتى ابني عليها حاجه وبتاع لو حبيت ابني. وهو الجزء ده بس اللي هو تحت الصخره هنا، في الصخره هنا كده، وليها وش الناحيه التانيه كده. الناحيه التانيه بقول لو حطيت سبا يبقى تحت هنا يبقى حلوه. بس ده مشروع ممكن كمان سنتين ثلاثه ولا حاجه، ما نشوف يعني. اوكي، لان انا مش غاوي سبا anyway، بس انا بعمله عشان ازود القيمه للبيت، عشان لو بعد 10 سنين لو ليا عمر بيها ولا حاجه يبقى زودت القيمه في البيت جامد، واقدر ساعتها اشتري بيت صغير ليا انا ومراتي بس على قدنا، نتقاعد فيه لحد ما نموت ان شاء الله. وعلى النوت دي، الله شباب، اسيبكم على خير. السلام عليكم.